أسألك الأول حضرتك أستاذ عالم كبير في الفلك، لما بتسمع حد يتكلم عن الأبراج والبرج عطارد دخل في برجك فمواليد برج العقرب لما يدخل فيهم هذا البرج أنت عندك سنتين سيئين لكن بعد كده الدنيا هتحلو، بتسمع الكلام ده إزاي؟ حضرتك أنا ما بفكرش فيه أصلا لسبب، الفلك من أيام الفراعنة رغم أن الفراعنة كان ليهم في الحاجات الطاقة ومش الطاقة والكلام ده كله مبني على أسس علمية. يعني إيه علم؟ علم يعني التجربة اللي حضرتك بتعملها في مصر تتعمل في أمريكا تتعمل في اليابان وأي حد يعملها، هو ده العلم، علم الطب، علم الفيزياء، علم الفلك، علم الرياضة. الفراعنة كان الأول مش عارفين يزرعوا إزاي، وطبعا من أيام سيدنا آدم الله عز وجل خلف كل الديانات الثلاثة المسيحية واليهودية والإسلام الصلاة مرتبطة بالشمس، الشهور العربية مرتبطة بالقمر، فالناس دايما كان بتعتمد على الشهر القمري أكتر، حتى الديانة اليهودية دلوقتي بيعتمدوا على الاثنين مع بعض اللي هم سنة قمرية وليهم سنة شمسية وليهم نظام، حتى الباسكوا أو الاحتفالات بتاعة الربيع بتتعمل عن طريق القمر، ثالث أسبوع القمر يظهر فيه. فالفراعنة والإنسان من أيام سيدنا آدم لما بص للسماء الله عز وجل عامل لنا مواقيت للناس، عامل لنا القمر 28 يوم 29 يوم، اللي ما شافوش أول يوم اللي ما بيشوفش هيشوفه لأنه هيتأخر ساعة، كل ما تأخر ساعة عن الثانية والهلال بيكبر. فعشان كده أسهل حاجة للإنسان كان التقويم القمري. الصلاة حضرتك لو أنا قلت لك هتصلي بكرة الظهر الساعة 12 و4 دقايق ما بنجمش. 2027 هقول لك في كسوف كل هيحصل في جنوب مصر يوم 2 أغسطس ما بتنجمش، ما بنجمش، دي حركة ربنا عاملها تظبط عليها ساعتك، فلا أقسم بمواقع النجوم. تمام. فالعلم هو اللي بيستفيد بيه، تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني دي حسابات إن كل نقطة رب المشارق والمغارب. الشمس بتشرق كل يوم من نقطة مختلفة، بتعدي عن نقطة مرتين في السنة، فأنا أقدر أعمل لحضرتك حاجة في 6 أكتوبر هنا وده زي ما عملناه في المتحف المصري الجديد، تعامد الشمس على مكان معين. فالعلم ده جيب أي حضرتك أي عالم من اليابان من الصين من أي حاجة هتستفيد منه. فالإنسان من بدء الخليقة باختصار عشان ما طولش عن الناس، لا خد وقتك، لقى إن الفلك وسيلة لمعرفة كل حاجة. الفراعنة عملوا انقلاب، حضرتك عارف إن الشهور يناير وفبراير ومارس الفراعنة هم اللي اخترعوها وخدها منهم الرومان. ده طب ايه الفرق ما بين التقويم ده والتقويم القمري؟ التقويم القمري حضرتك بيجي رمضان مره في الصيف مره في الشتاء مره في كذا، ما كانش الناس عارفه تزرع ايه. فلما لقوا ان في نجمه اللي هي نجمه سبدت، وعلى فكره كان من يوم 24 يوليو كان بدايه السنه المصريه القديمه مش القبطيه، القبطيه 11/9 11 سبتمبر. السنه المصريه النجمه اللي هي نجمه سبدت او سيرس او الشعره اللي موجوده في القران، النجمه دي بتيجي كانها بتتحرق وبتشرق قبل شروق الشمس مثلا بنص ساعة بساعة. فده بيكرر كل 365 يوم وربع. فالفراعنة اخترعوا، لان انت صعب انسان بدائي من ايام الفراعنة ان يشوف الارض تلف حوالين الشمس وترجع لنفس النقطة. فسبحان الله ربنا خلق لهم النجمة ده، هي تيجي مع فيضان النيل تيجي كل 365 يوم وربع، فقسموا السنة ل 12 شهر وبنوا الحضارة بتاعتهم. عشان كده نلاقي الشهور القبطية كيك وبقونة والحاجات دي، حتى توت معناها بداية الفيضان، اللي هو فتوت زمان أيام الفراعنة كان 24 يوليو، وبعض المقولات 19 يوليو حسب إذا كان بداية السنة بتقصد بيها هنا في مصر في مدينة قون ولا في أسوان تحت. دي برضو محتاجة شوية دراسات أثرية وفلكية تانية. فالفلك من بدء الخليقة وسيلة لتعليم الإنسان، بتعلمك المواقيت، بتعلمك ازاي تزرع. خلاص اتعلمنا والكون انتظم. لا ما انتظمش، انت حضرتك لغايه دلوقتي اقصد الكون اللي هو البشريه انتظمت في اطر اتحطت في التنظيم في الشهور في الشتاء في الصيف. لا ولغايه حضرتك دلوقتي الاقمار الصناعيه اللي حضرتك بتستخدمها في البث دلوقتي ما تقدرش تطلع من غير فلكي، لان بيأثر عليها، مش بيأثر عليها القمر، مش بيأثر عليها الارض، بيأثر عليها الرياح الشمسيه العواصف الشمسيه، بيأثر عليها الكواكب كلها. كان زمان الامريكان لما يجي يطلعوا قمر يقربوا زي بتوع الرياضه ويقولوا طب ده اعمل نجلكت لده، لحتى لغايه ضغط اشعه الشمس كان بيحرك الاقمار. دلوقتي القمر ما بيقعش غير اذا طلعت انت نزلته.
القمر الاتصالات دلوقتي بيقعد بالعشر سنين واكتر. عندك محطة الفضاء الدولية، عندك اقمار الاتصالات اللي هي الحاجات دي كلها، عندك استعمار القمر. انت بس هي الناس عشان تفهم عظمه الكون قد ايه، احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في 7 8 دقائق حجم المجموعه الشمسيه، 7 8 دقائق ضوئيه. الشمس الضوء لما بيجي من الشمس لغايه هنا 8 دقائق. حضرتك الكون المرئي عندنا 15 مليار سنه ضوئيه. فالانسان برضو في ناس بتدخلها حته الكفر وحته ان انت بتتبع الاجانب والكلام اللي زي كده، اللي هي الناس البعيده مغيبه عن العلم خالص. انت حضرتك بتتكلم في بيتك. انا يمكن حضرت مؤتمر دولي كان في نابولي، كان في رئيس مرصد الفاتيكان وفي العلماء الامريكان فاكرين ان هم هيوصلوا لحافة الكون وبيشبهوها باكتشاف الامريكتين. لا، ده الانسان لغايه دلوقتي كل اللي وصل له المريخ. يعني حتى حافة المجموعه الشمسيه. طيب قبل ما ادخل في ده، عشان عالم الفلك عالم واسع جدا، في اطار اللي احنا بنتكلم فيه، هل يمكن لانعكاسات النجوم والكواكب انها تؤثر في حياه؟ ما انا بقول لحضرتك انت بتتكلم في 7 8 دقائق. يعني حتى المجموعات النجميه والحاجات اللي انت بتشوفها والحاجات اللي زي كده، ده بيتك حجم المجره بتاعتك 100,000 سنه ضوئيه، حجم الكون 15 لا مليار. عايز افهم يعني ايه؟ يعني بقول لحضرتك انت يعني ممكن تؤثر فيا وفي شخص دون الاخر. لا، ده بالنسبه لنا مش علم. ده مش علم. لا، العلم حضرتك زي ما قلت في الاول. لا، ما هو انا عايز ابعد عن استخدامات الفلك العظيمه اللي نفعت البشريه كلها واللي لسه بنكتشفها واللي ما زالت قدامنا. ما حضرتك اللي الاستاذه بتتكلم عليه ده ممكن زي ما هي قالت رؤى، ممكن تكون حاجات. لا، انا بتكلم على بتوع الفلك دلوقتي اللي بيقول لك الافلاك والابراج وبرج داخل في برج. لا، بتوع الفلك دول مش بتوع فلك. دول بتوع منجمين. الفلك هو العلم الوحيد اللي اتغير اسمه من استرولوجي لاسترونومي. أيوة. بس اقول لك لحضرتك حاجه طريفه. زمان زي دلوقتي الفلك ما بيجيبش فلوس. فللاسف بعد الفلكيين لقوا ان الملوك بيحبوا الموضوع ده، زي في امريكا دلوقتي. ايوه، بس لازم لما يقول له حاجه بتبقى صحيحه. لا، مش شرط. الملك هيذبحه ويطير رقبته. لا، مش هيطير رقبته. ازاي؟ ممكن يقول له حاجات عامه. ما انا بقول لحضرتك بعضهم اشتغل بالحاجات دي. واحنا طبعا بالنسبه لنا كمسلمين بعضهم ايه؟ ده ريجان كان عنده عرافه قاعد عنده في البيت الابيض. انا الخريطه الفلكيه كمان. اكبر مرصد في اوروبا اسمه مرصد اوليك بيك. أوليك بيك ده يبقى جده اللي هم رئيس المغول، اللي هو رئيس ايه؟ المغول. المغول؟ اللي هم تيمور لانك واسمه ايه؟ جنكيز خان. وجنكيز خان، جده جنكيز خان. انا قابلت حتى في سفير احدى الدول دلوقتي يبقى جده أوليك بيك. أوليك بيك اكبر مرصد فلكي في اوروبا، وليه اختراعات عظيمه في الفلك واكبر مزوله موجوده في المرصد بتاعه. هو كان غاوي، رغم ان ده حرام شرعا، كان غاوي التنجيم. فتوقع ان ابنه هيقتله. فالدكتور ممكن يعلق على الموضوع ده، فعامله وحش من هو صغير. وحقيقي ابنه كبر قتله. طبعا. فزي ما بقول لحضرتك المعجزات او الرؤى او العلم اللي هم بياخدوه باي طريقه ثانيه، ده لازم يبقى للناس كلها، اي حد يقدر. عمر ما حد قال لك برجك او حظك او اي حاجه؟ لا، ما لجأتش للموضوع ده.